السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين أوفياء متابعين قناة مغارب نيوز، مرحبا بكم مرة أخرى في بث مباشر جديد. عدنا لكم في قضية طفل في جسد رجل من أولاد صالح. بلا شك متابعينا الأوفياء اللي تبعوا القصة ديال عبد المجيد أكيد باقي كيتسائلوا أشنو الجديد في قصة عبد المجيد. فاليوم جينا للمنزل ديال عبد المجيد عند الأسرة ديالو، ومعنا كذلك مستشار جماعي اللي تكلف بالقضية ديال عبد المجيد. فكنتمنى أنكم تبقوا معنا وتشوفوا معنا الجديد ديال الحالة ديال عبد المجيد. السلام عليكم. هذا أول حاجة متابعينا الأوفياء، فغنتكلموا مع مي باركا الأم ديال عبد المجيد اللي غادي نسولوها على الجديد ديال المجيد في وسط القضيه. مي باركا. نعم امي. مشينا وليدي للسبيطار، دار بيتيا ودار وليدي داكشي خرجوا ليه الدواء، فهادي هاد الخلق الله يخيف عليك وعليه، شويه تعافى حنايا حيدنا ليه دابا تيو، وداروا ليه ثاني التحاليل، داروا ليه العقبه داك الحجر وديك المهوله داك الجنوب، حنا متبعين بغيت وليدي يكون على باس عليه، هذا هو اللي كاين وليدي كاين الله سبحانه وتعالى. الله يكثر خيره. إذا كنشكروا هذا السيد هذا. نشكروا هذا السيد، الله يكثر خيره، والله يجعل عليه البركه في وليداته، والله يعمل الله يعطيه ما يتمنى انتم ولا هو. الله يخلف عليه ويكثر خيره، وقف معنا وقف مع الله سبحانه الا هو. وانتم الله يكثر خيركم انتم، والله يزادكم بخير، يخلصكم من الله تبارك وتعالى. الله يكثر عليك كل لاباس عليه ويدلع عليا، وهذا هو اللي كاين خير الله سبحانه الا هو، هذا هو اللي كاين. الان غنشوفوا مستشار جماعي اللي تكلف بالحاله ديال المجيد. الاخ العروسي عزيز. السلام عليكم سي عزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. كنا وجهنا نداء عبر قناه مغارب نيوز، وانت شفتي الحاله ديال مجيد، وبما انك مجيد وهو كيسكن حداك في المنطقه اللي انت كتشتغل فيها كمستشار جماعي بالجماعه ديال ولاد صالح، فصريتي ولحيتي وتواصلتي معنا على الحاله ديال مجيد. بطبيعة الحال سولنا مي باركا، تبعنا الحالة أول كما هي العادة ديال قناة مغارب نيوز، كنتبعوا الحالة ما كنحطوش الحالة ونتوخروا، كنبقاو متبعين الحالة حتى الأخير ديالها. تواصلتي معنا، بغينا نعرفوا الناس كيشكوك، كنبغي نسمعوا على اللسان ديالك أنت اللي تكلفتي بهذه العملية، شنو التطورات، شنو الجديد، باش حتى المشاهد الكريم يعرف فين وصلنا. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو الشيء ما تفوتناش فرصه باش نعزيو الاسره ديال غيال بالنسبه لنا، بالنسبه للساكنه بالنيابه عن الساكنه ديال فيكتوريا اللي حنا كنمثلوها، عزاؤنا واحد في هذه البلاد، ونتمنى ما تكررش الفاجعه ما تكررش، لانها كانت فاجعه بمعنى الكلمه. فيما يتعلق بالسي القصه ديال عبد المجيد، كما سبق لنا قلنا بان حنا تواصلنا معكم، تواصلنا مع الاخت ديال سي عبد المجيد فاطمه، كذلك الام ديالو، وخذينا على العاتق ديالنا بان باش غادي نتكلفوا بهذا على داك الشيء اللي قدرنا الله، ان عبد المجيد او قبل ما نكونوا حنا كنمثلوا الساكنه ولا المستشار الجامعي فهو جارنا واخ بمثابه اخ، كنا كنعرفوه قبل ولكن ما كناش عارفين الحاله ديالو لولا التدخل ديالكم مع قناة مغارب نيوز. تواصلنا مع الناس في المستشفى ديال موريسكو، مشات الاخت ديالو، الحمد لله خداو رونديفو الاول، تواصلوا مع الاطباء، شافوا الحاله ديالو قبل، لان عطاتني الدوسي ديالو كما كنت سبق ليا قلت. صيفطنا البروفيسور شافها، لقى فعلا عنده بلاوي فيه مهجر، عنده البروستات. خدينا للقاء اخر اللي شافوا، داروا له معاينه، داروا له فحص، وعلى ما تيبان لي الحمد لله حنا غادي في الاتجاه الصحيح، لان خدا الدواء ديالو. الحمد لله الحاله راه تتبان غادي في المستوى، لان كما تواصلت مع الاطباء السيد اللي كان تما الاخت ديالو فاطمه، قال لي بانه كاين تحسن، وخدا الدواء الحمد لله، حيدوا له التيو اللي كان مدير، كانوا نسوان الاولين داروا ليه، عطاوه الدواء، دابا راه تبع الدواء ديالو، وعنده رونديفو ان شاء الله في الايام القليله المقبله. تنتمناهم الله كما قالت الوالده ديالو، حنا جايين الناس في صحه جيده ويتشافى، لان هذه حاله صعبه، لانه كما قلت هو
طفل صغير في جسد كبير عندنا 53 عام، ولكن كما كنشوفوا هو في جهه ديالنا في الصرف السيبيانيه، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يقدرنا ويقدر جميع الاخوه اللي دخلوا يرجع سالم ان شاء الله ويتشافى ويرجع لحياته بخير وعافيه. وتنشكروا من هذا المنبر هذا الام ديالو والاخ ديالو لانها معنا وخاصه، راه ماشي سهله 53 عام وانت كتعاني كتقاس، وفي الاخر ديالها كتبقي كيجي مرض اللي هو مرض شويه هو صعيب. اذا تنتمنى ويقدرنا الله، ومن هذا المنبر هذا تنتوجه لجميع المحسنين والمحسنات، لان فيما يتعلق بالملف الطبي حنا غنتكلفوا وغنبذلوا ما اقصى الجهود ديالنا، ولكن كاين حوايج اخرين خصهم يساعدوا. اذا من هذا المنبر هذا كنطلب من جميع المحسنين والمحسنات باش يشوفوا من الحاله ديال الطفل الصغير اللي في جسد الرجل والمعاناه ديال الام ديالو، ونتمنوا خير ان شاء الله. تنشكركم انتم لانكم انتم الاولاد، انتم ما كناش غادي نشوفوا الحاله ديالو رغم انه قريب لنا، ولكن ما كانش هناك تواصل في هذه الحاله ديالو. هذا هو الدور ديالنا للتذكير فقط مشاهدينا الاوفياء، غير باش نذكروا الساده المشاهدين اللي ربما التحقوا معنا يعني من بعد العرض ديال الحاله ديال عبد المجيد. فللتذكير كما قلت، عبد المجيد هو واحد الانسان اللي كما حنا ملي كنقولوا طفل في جسد هذا الرجل، نحن نعرف ما نقول وكل ما تحمل الكلمه من معنى. فعبد المجيد كيف ما لاحظتوا هو في سن 53 من العمر ديالو، ولكن عنده يعني المخ ديالو كما جعل لسان الاطباء كما كتوضح ذلك الشواهد الطبيه، فالمخ ديالو ما كينموش، باقي في ذاك سبحان الله، باقي ذاك المخ عنده ديال الاطفال الصغار. اذا تتبعتوا الحركات ديال عبد المجيد ف يعني سبحان الله، وكاننا مثلا امام طفل صغير. مباركة الحمد لله، فالمرة اللي فاتت فجينا عندك الحالة ديال عبد المجيد كانت واحد الحالة يرثى لها. صعيبة. صعيبة. انا راك كما قلتي تهضري على حسب ما شفنا حنا، هذه امام الله شهادة امام الله سبحانه. فجينا لقيناه داير واحد الخنشة اللي كيديروا ديال ديال التيو وكان ما كيجلسش، دابا الحمد لله كيبان لي الحمد لله، اللهم الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. ياك ام البركه ابويا حسن المغاربه بغيت يسمع جهودكم وفضل الله تبارك وتعالى. نحمد الله على شويه، راه الحمد لله عندي ليكوش ونقعدوا ونفطروا داك الشيء اللي قسم الله وتحسن، ماشي بحال اللي كان راه انت كان كيجي يعني ملي تدخل هذا السيد هذا الحمد لله كاين الحمد لله الدواء، وكان معنا الحمد لله بخير على خير والله يجازيه بخير. يعني وفى بالكلمه ديالها. اي وفى بالعهد وفى بالكلمه مع الله ومعنا الله تبارك وتعالى، هو اللي غيجازيه ما غاديش نزادوا حنا. الله يكثر خيركم، وبغيناه يصح ويعود كما كان الحال ان شاء الله. كيتشوى قدامنا ما عرفنا ليه ما نديروا، وانتم الحمد لله كما عينتونا وعاونتونا الله يعاونكم الله سبحانه. وكاين الله كاين الله معنا، الله يحسن احوالكم الله يرضى عليه يخلصكم بالخير، هذا هو اللي كاين وكاين الله سبحانه الا هو. الحمد لله الحمد لله وليد. غير اللي بغينا نوضحوا للمشاهدين ديالنا الاوفياء وانه الحمد لله الان كيف ما شفتوا معنا الاخ المستشار الجماعي هنا يعني مبتي ساكنه فيكتوريا، فهو الحمد لله كنشكره من هذا المنبر هذا انه تفاعل مع الحاله ديال عبد المجيد، يعني الان هو كيقوم ما يلزم يعني في حدود المستطاع كيف ما كنقولوا. غير هذا الشيء هذا ما كينفيش او لا كيعفي انه عبد المجيد باقي في حاجه واحد الرعايه، واحد الرعايه مسترسله. ملي كنقولوا رعايه مسترسله بمعنى انه خصو واحد العنايه خاصه، يعني يوميا غادي نستمعوا على لسان الام ديالو اللي هي مباركه. الان كيف ما قلنا الحمد لله الحاله ديال عبد المجيد راه كتحسن، غير حتى المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن باغيين يعرفوا مثلا من غير الحالة الصحية عبد المجيد اشنو باقي المتطلبات ديالو، اشنو باقي خاص عبد المجيد؟ أنا وليدي أنا هذا هو اللي كان عاوننا وعاونهم الله سبحانه إلا هو، مجيد كنا وأنا شي حاجة باش يعيش، حنا نخرجوا شوية يشوف بعويناتو، وتا هو كيبقى راه بشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كان دوك أيام اللي جيتو داك الشيء ما تعيشوا تشدوا هذا المرض، كيقسم قلبي كيقسم قلبي وليدي الله شاهد عليا وشاهد ربي، نقول يا ربي هذاك المرض يجيني أنا وما يجيش ولدي، أنا كندوي وما كيهضر هو 53 عام ما كيدوي ما يقول لك لا طارني
كيبقى فيا بزاف، كيبقى فيا بزاف والحمد لله على كل حال. على حسب ما قلتوا لي امي تباركه انه ما كيحرك حتى شي حاجه في الدار، يقول شي حاجه اللي يمد لها يده في الدار ولا ابدا يمد شي حاجه ابدا اللي ما وكلتيش، ما يقول لك دارني ولا والو. هذاك تربيه صافي لا اله الا الله محمد. داك تشوف الحال عاش خا ما كيهز ما يهز حتى شي حاجه، ما يهز بيدي والو، لا ياكل ولا يمشي حاجه في الكابينه ولا هادي، بارك بحال الملائكه. هذا هو اللي كاين وكان سيدي ربي تبارك وتعالى. كتشوف بحال كيما داير، راه هي هذه الحاله. حتى واحد اللقطه شكون كديروا هذه كتحلوا ليه داك الشريجن ياك؟ اي كان يقول منو كنا ملي ساكنين كنمسك الرجل تاع واجو قال لك يجينا لهذا المحي الله يعطينا ويعطيك ما حد في الجنه. كنحلوا داك الشريجن كاين يشوف الغلام ويشوف داك الشيء، ملي مرات صافي ما بقى ينظم والله الا كان هدوء بك كان بغى ينهضوا الساعه مسكين يجي للهرب ما كيهز والو ما كيطل ما حتى شي حاجه الحمد لله. هذيك هذيك الطله اللي كيطل وكانه دري صغير كيبقى يطالب كيبقى يشوف، لا شاف بحال شكل البهايم ولا شاف الغلام ولا شاف شي جريوات كيبقى يشوف فيهم يدد فيهم ويدير فيهم هكا. سبحان الله العظيم، داك الشيء اللي خلق لنا فيه الله سبحانه وتعالى. سبحان الله الملائكه عطا لنا الله والحمد لله. يعني ما كيشكلش عليكم خطوره في الدار؟ لا ما يدير حتى شي حاجه اللي هي يلبس بوطه ما يدير حتى حاجه، ما يلبس لا بوطه لا شاب. كنديروا لي داك المونيكا دوك النوسات كيتفرج بهم، جاب لي واحد خلقه واحد الدريه بنت عمي النوسات تلعب بهم. هذا هو اللي كاين، ما يدير حتى شي حاجه اللي هو يديرها ابدا. ما يمد يدو لا يمشي للبوطه ولا يمشي للدار ولا كاين بعض الخطر بحال كنا مشينا انا الغرض ملي كنصحى شي تربيه عنده 6 شهور صافي بقى طلع ما بنيدي تنجو حنا ونشالو الضو. هذا هو اللي كاين، كاين الله سبحانه وتعالى. كاين سيدي ربي في ملك بغاه الله هكاك الحمد لله. الله اعطانا الله الكرامه الحمد لله سيدي ربي. الله يخلصك الله سبحانه وتعالى. الله يعلم تاتوما يخلصكم الله ويجازيكم من الله. الملائكه والملائكه تشهد علينا والله راه معنا دابا. الله تبارك وتعالى وجدكم تاع الخلق الله يعمر ربي هو يخلصوا بالخير. شرا لي دواء ودار معنا ودواء معنا مع الناس وقال سكينه تعيان هنايا وتوليدي وانا نيت نعرفه من قبل تبارك الله بشرته زينه ومعنا الله يعمرها دار. وحنا مشينا تاع الدار عدو وجاوبنا ودواء معنا والحمد لله. اللي كان شي مشكل كيحلوا الناس الله يحل عليه بما مرض لا انتم ولا هو. هذا هو اللي كاين وكاين الله سبحانه وتعالى. امين. غير باش نوضح للمشاهدين ديالنا الاوفياء كيعرفوا مستقيم الحمد لله اللي كاين عند القناه ما كنزكيو حتى شي واحد. اللي كيستحق اننا نرفعوا له القبعه كنرفعوا له القبعه. هذا السيد هذا حنا ما كنجاملوش بطبيعه الحال، هو من خلال التفاعل ديالو مع الحاله ديال المجيد وصراحه من خلال حتى السؤال، حيت انا يوميا ياك ابو البركه يوميا كنعيط عليك تسول عليا وعيطت عليا جيت هنا جاوبتك بخير وكنعيط على الاخت ديالو تيجي توصل كتسول علينا لحظه بلحظه ملك الرحمه كتسول علينا دقه بدقه ما شاء الله الحمد لله. غير هذا التوضيح للمشاهدين بان حنا ما كنزكو حتى شي واحد وما كنرمو حتى شي واحد بالورد. هذا السيد هذا صراحه انا كنرفعوا له القبعه من هذا المنبر هذا، لانه بمجرد ما شاف الحاله عبر القناه ديال المغرب نيوز تواصل معنا مباشره، قال لك غتجيو عندي. فاش مشينا عنده الحمد لله تفاعل مع الحاله ديال عبد المجيد ولازال كيواكب الحاله ديال عبد المجيد لحد هذه اللحظه هذه. وانتم سمعتوا التصريحات على الانسان ما بقاش علينا، جا عندنا بهذيك الساعه حد بحد، ماشي جا عندنا مسكين عيان وجا عندنا الحمد لله. وكيف جيت قال لي انا غادي ندير هادشي وغنقوم بالعمل والله يعاونوا على العمل ديالو الصالح. هذا هو اللي كاين. اذا انتم سمعتوا معنا الاخوان ديالنا كما قلنا لكم، حنا الحمد لله اللي كيستحق شي حاجه راه كنقولوها فيه، واللي كيستحق اننا مثلا نتكلموا مثلا على شي حاجه تقويم بين بعض السلوكات. حنا ماشي كمنظرين ولكن اللي كيصلح اننا نتكلموا فيه بكل مصداقيه ونتكلموا فيه بما شي حوايج اللي كيديرهم مزيانين فكنقولهم. الحوايج اللي كيكونوا ماشي هما هذاك راه كنقولهم وكيبقى الراي يعني بعد الله سبحانه وتعالى كيبقى الراي والحكم للمواطن والمشاهد الكريم. السي العروسي يعني بغينا نعرفوا مثلا الحاله دابا مثلا فين وصلت دابا ديال عبد المجيد بحكم انكم انتم اللي تبعتوا هذا الملف هذا، فين وصلت حاله ديال عبد المجيد وشنو المستجدات المسائل اللي غتكون جايه في الطريق ان شاء الله، وفين حدود المساعده ديالكم انتوما غير باش المشاهد الكريم يعرف فهمتيني، باش ما نحطوش مثلا كما كنقولوا العيب كله عليكم انتوما، غير باش المشاهد يعرف مثلا نوع ديال المساعده ونوع ديال الامكانيات المتاحه اللي يمكن انكم تقدموها لعبد المجيد بصفه خاصه والاسره ديالو بصفه عامه. كما قلت لكم في الاول الحاله ديال الحمد لله كتشتغل خير، الدراسه ديال الحاله ديالو عنده رونديفو ان شاء الله غتكون العمليه
الدار الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. غير هو ما يمكنش يدير العمليه في هذيك الظروف اللي كان فيها. خدا الدواء وخدا كما كتشوفوا دابا راه حيد هذيك الخنشه حيد تيو، وان شاء الله في قريب ان شاء الله راه عنده رونديفو مع الاطباء اللي كنكيب. الله يجازيهم بخير، تما راه ما بخلوش علينا حنا الحمد لله كما قلنا من الاول، حنا هذه مساعد على اسم قدر الله، ولكن راه لا بد لان الناس عندهم متطلبات يوميه. لكن ما قلتي راه بحال شي طفل صغير اضافه اللي عنده ريكوش، عندهم الله يحسن الاحوال العائله، غذاء خاص بالنسبه له، عنده غذاء خاص وعنده متطلبات خاصه وعنده مجهود اللي كتبدلو الاخت ديالو والوالده ديالو، والاسره ما فحالهاش ما عندهاش دخل. نتاسف كثيرا صراحة علاش طلبت من المحسنين باش يعاونوا باش مقدرهم الله، لان هذه الاسره صراحه في حاجه ماسه الى المساعده، ونتمنى الشفاء العاجل للاخ ديالنا ان شاء الله غيكون الخير. حنا متبعين كما قلنا النهار الاول الملف الطبي ديالو، حنا متبعين الى ان شاء الله يجيب الله الفرج ويدير العمليه ويكون بخير على خير. غنبقاو متبعين الحاله اخر لحظه كما قلنا، غنمشيو ابعد الى ابعد نقطه كما قلنا ان الاولى كنقولوا، وهذا دائما بعيد على اي شيء، هذا بعيد، هو عمل انساني 100%. راه من هذا المنظر هذا راه ما تنطلبوش شي حاجه بان دزنا معكم في هذا، لان كنا ما بغيناش ندوزو، ولكن حنا دزنا معكم، ولكن راه ما طالبينش شي حاجه من شي واحد. حنا طالبين الحمد لله غير الاخ ديالنا يتشافى، لانه راه اخ ديالنا بحكم الجغرا، بحكم لان قبل ما يجيو لنا راه كانوا جيراننا في عين ديال. الحمد لله كنسمعوا عليهم بخير، كنسمعوا الاخ ديال المرحوم جمال الله يرحمه، راه كنا كنعرفوه، وكان الصيف ديالو في باين كان بزاف، كان معروف في منطقه العين ديال بحي الحسني، جاء الظروف باش يتوفى هو والمعيد ديالهم. دابا الحمد لله الرزق ديال عبد المجيد راه ما غايديش، ونتمنى واش تنطلبوا زيد نتمناو من المحسنين يعاونوه ويكون خير ان شاء الله. غير للتوضيح بطبيعة الحال حنا ملي كنتكلموا الان مع الاخ المستشار الجماعي منتدى سكنة فيكتوريا بولاد صالح، فاكيد حنا بعيدين كل البعد على كل ما هو سياسي. بطبيعة الحال حنا الان باقي كنتكلموا في واحد 6 سنوات باقا في مستقبلا الى بقينا حيين ان شاء الله. اذا اكيد حنا الان راه كنتكلموا على حالة انسانية، والاخ عزيز العروسي في هذه اللحظه هذه حنا كنتكلموا على حاله انسانيه بعيد كل البعد. هذا غير التوضيح للاخ ديالنا السيد المستشار، وكذلك حتى المشاهد الكريم، حنا الان كنتكلموا على حاله انسانيه محضه، ما عندهاش علاقه بتاتا باي توجهات او خلفيات. بالعكس حنا الحاله عرضناها بطبيعه الحال، تلقينا نداء عند واحد السيده صديقه ديال الاسره اللي ما كتواجدش معنا الان، ومعند الاخت ديالو اللي هي كاينه معنا الان وكما كتظهرش في الشاشه، اللي راه حاضره معنا الان في الغرفه وكما كتبانش معنا في الشاشه. تلقينا كذلك نداء ما عندها، توجهنا لهنا المنطقه ديال واد صالح. لحسن الحظ انه الاخ المستشار الجماعي ملي شاف الفيديو عبر قناه مغرب نيوز تواصل معنا، بحكم انه كيعرفنا كما قلنا هو ولد منطقه، يعني هو ولد تراب عمارة مقاطعة الضابطة أنفا، حنا كنا كيجمعنا تراب عمارة مقاطعة الضابطة أنفا. فمن خلال الفيديو تواصل معنا بحكم كيعرفنا، تواصل معنا تفاعل مع الحالة. الآن الحمد لله راه حنا كنشوفوا، جينا نهار الأول شفنا الحالة ديال عبد المجيد، كانت واحد الحالة يرثى لها كما كنقولوا، ديال التيوات ما كيقدش ينوض. الآن الحمد لله هو عبد المجيد راه جالس حدانا مسكين، رغم أنا كنتمنى المشاهدين ديالنا الأوفياء ما يركزوش علينا احنا اكثر ما يركزوا على الحركات والسكنات ديال عبد المجيد. راه من خلال المغاربه ما شاء الله راهم اذكياء، راه غير الحركه ديال عبد المجيد كتبين بان هذا السيد الحمد لله راه ما كاين لا تمثيل لا شي حاجه. حاله هذه من عند الله سبحانه وتعالى. الاطباء بطبيعه الحال الاوراق كلها كاينه كتثبت بان عبد المجيد راه المخ ديالو ما نماش بحال الجسد ديالو، يعني النمو ديال المخ ديالو ما كانش بالموازاه مع الجسد ديالو، يعني بقى في واحد لاحظوا الا لاحظتوا معنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله على كل حال. باش ما نطولوش على المشاهدين الكرام، مول باركه شي كلمه شي دعيوه شي حاجه للمغاربه اللي كيشوفوا فينا داخل ارض الوطن.
لا خارج ارض الوطن ماشي دعيوا لهذا السيد هذا ماشي دعيوا الناس اللي كيشوفوا فينا كثر خيرهم المغاربه رجاله المغاربه مؤمنين شنا واش داروا على هذا الدري هذا السيد اللي كبير ريان الله يعمر ربي يزيد من قرانهم الشعب المغربي كله زين المغاربه عندنا زينين والمغرب زين وسبحان الله العظيم مقبولين ومضمونين وكيتضامنوا على الاسلام ويتضامنوا على الخير ويتضامنوا على الاجر والله يشد بعضكم وهذا السيد هو الله يعمر الله تعالى ويخلصوا الله يستركم ويستركم الله يعمل الله تعالى يحفظ المغاربه فين ما مشاو فين ما مشاو رجاله وفين ما مشاو تبارك الله السمعه ديالهم عاليه والله يزيد في عليهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الله يعمل الله تعالى يخلصكم بالخير اوليدي وفي الله سبحانه وتعالى الحمد لله. اذا مشاهدينا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز كما اقول دائما وهذا هو الشعار لكل بدايه نهايه فوصلنا لنهايه هذا البث المباشر وبلا شك غادي نحطوا مرات اخرى حنا حاطين الرقم ديال الام ياك ديال الرقم اللي محطوط الرقم ديال الام ديال ام جي اللي هو طفل في جسد رجل وهذه يعني كل ما تسمع الكلمه معنا غادي نعاود نحطوا الرقم ديال ام مباركه. سمعتوا بانه الحمد لله لحد الان الامور راه غاده الحمد لله في الطريق الصحيح كاين تكفل من ناحيه طبيه وصحيه عبد المجيد من طرف الاخ العروسي المستشار الجماعي هنا بالمنطقه الا انه هذا الشيء ما كيكفيش كاين بعض الضروريات وبعض الحاجيات المستلزمات اللي كتلزم عبد المجيد في الحياه ديالو اليوميه مع الاسره ديالو، الاسره ديالو هي اسره فقيره، حنا كنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى ولكن الفقر بنسب متفاوته، فالحاله اللي عليها الاسره ديال عبد المجيد فهما ناس مساكن ما خدامينش، يعني الله غالب كما كنقول، واحد الناس اللي استافدوا من واحد الموقف ديال واحد الدور اللي كانت بمنطقه ديال عين الدياب تحولوا هنايا عرفت كلشي كيعرف الطريقه باش تحولوا الناس هنايا كتعقل واحد الانسان اللي كيبني لك هذا ماشي هو الموضوع ديالنا غير اللي بغيت نوضح للمشاهدين ديالنا الاوفياء لا داخل ارض الوطن لا خارج ارض الوطن بان ام البركه مسكينه واحد الانسانه اللي في عمرها 77 سنه الان كتعول عبد المجيد تلاحظوا عبد المجيد في العمر ديالو الان 53 سنه يعني 53 سنه وهاد السيده الحمد لله ما قنتاتش من انها تهز الولد ديالها ولكن فوق طاقتك لا تنام بالاضافه لهذا الشيء اذا كان الفقر فاكيد راه الجبال كيتهدوا لهذا فهذا نداء المشاهدين الاوفياء لا داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن هذا نداء المحسنين بان واحد المجيد الحمد لله كاين تكفل كما قلنا وكما استمعتوا معنا كما تابعتوا معنا القصه وباقي غادي نتبعوا نواكبوا هذا الملف هذا حتى ان شاء الله نوصلوا لشي نتائج اللي اكيد غادي ترضي المشاهدين الاوفياء وغترضي مي باركا ان شاء الله وغترضي عبد المجيد بالدرجه الاولى ونطلب الله يجعلنا في ميزان مقبول وهذا هو الصبغه اللي عند القناه ديالنا قناه ديالكم مغرب نيوز اذا اللي كنتمناه كذلك انه يتم التفاعل مع الحاج عبد المجيد ويتم المساعده ديال مي باركا هذا ماشي بطبيعه الحال هذا رجاء يعني ماشي امر إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر كان معكم مراسل قناة مغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم من هنا من منطقة ولاد صالح على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.